النهاردة هنتكلم عن إزاي نعيش ببساطة ونعمل مطبخ بسيط وعملي ومريح من غير كركبة ولا أفورة في الديكور ولا التفاصيل الكتير اللي بتضايقنا في مطابخنا. يعني خلينا نبقى مينيماليست في حياتنا وتصميم مطبخنا كمان. هنتكلم النهاردة عن تصميم المطبخ الحديث، ومن أشهر تصميمات المطابخ الحديثة هو تصميم الورم مينيماليست، لأنه بيجمع بين الذوق الراقي والتصميم العملي والمريح للنفس. لو بتحب البساطة والجودة العالية والمساحات الرايقة تابع معانا الفيديو ده. انتم دلوقتي بتشوفوا قناة Interior Connection ومعاكم مهندسة الديكور لمياء حسن. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو عجبكم الفيديو شاركوه مع أصحابكم. المطابخ الحديثة من طراز الوارم مينيماليست لها عدة خصائص، مهم جدا إننا نعرف الخصائص دي علشان نقدر نوصل بتصميم مطبخنا للتصميمات الرائعة اللي احنا بنشوفها كلنا وبننبهر بيها. من الخصائص دي اختيار الألوان الدافية والهادية والخامات ليها ملمس، الإضاءة بتكون صفرة مش بيضة، اختيار خامات بجودة عالية، اختيار خامات من الطبيعة مش صناعية، التنظيم والترتيب وعدم وجود أي كركبة في المطبخ. يفضل عمل مطبخ مفتوح وإضافة جزيرة في المطبخ، عدم استخدام تفاصيل كتير يعني مفيش أفورة في الديكور، وأهم حاجة استخدام الخطوط المستقيمة الكلين لاينز، كمان ما يبقاش فيه أي تفاصيل كتير في أي حاجة في المطبخ بتاعنا. وهنتكلم بالتفصيل عن كل خاصية منهم. أول حاجة هنتكلم عليها هي اختيار الألوان الدافئة. الألوان الدافية هي الألوان اللي خارجة أو مضاف إليها الأحمر أو الأصفر، يعني اللي الأندرتون بتاعها دافي. وأشهر ألوان هذا الطراز هو الأوف وايت، البيج، الرمادي الدافي، البني الفاتح، ألوان الخشب اللي باين فيها تفاصيل الخشب، والألوان الأرضية زي لون الفخار. تاني حاجة هي بساطة التصميم، أي أن التصميم لا يحتوي على تفاصيل كتير ولا ديكورات تقريبا، إنما غرف المطبخ بتكون ملساء مسطحة، يعني ما فيهاش أكتر من ليفل ولا حاجة، عكس المطابخ الكلاسيك اللي كلها تفاصيل. تالت حاجة استخدام الدرف بدون مقابض، أو استخدام المقابض البيلت إن في الدرف السفلية، ودي بتدي شكل رايق للدرف واستعمالها بيكون سهل جدا. أما الدرف العلوية فبتكون ساقطة عن جسم الوحدة العلوية بمقدار 1 سنتي أو 2 سنتي عشان نقدر نفتحها بسهولة من هذا البروز لأسفل. رابع حاجة هو اختيار خامات ليها ملمس زي ملمس الخشب في الدرف أو ملمس الرخام والجرانيت الطبيعي في قرصة المطبخ، وممكن لو في كراسي تكون من الترتان، ولو هنستخدم مشاية في الأرض تكون من الجوت الطبيعي أو الصوف. وبعدين بقى بنيجي للعامل اللي دايما بيقدر يغير تماما أي تصميم، وهو الإضاءة. والإضاءة الصفراء اللي زي الإضاءة اللي بتيجي من الشمس بتكون إضاءة دافية ومنعشة، بتخلي المطبخ جزء من الطبيعة وبتدي دفى لخامات المطبخ كلها. وطبعا لو نقدر نعمل شباك المطبخ كبير يدخل أكبر كمية ضوء طبيعي وشمس، ده هيضيف كتير قوي للتصميم بتاعنا. والإضاءة الصفراء أو الدافية هي اللي بتكون حوالي 2700 كلفن ل 3500 كلفن، كل لما بتزيد بتدي لون بارد مزرق، ودوت احنا مش عايزينه في الوارم مينيماليست، لانه هو المينيماليست الدافي اللي بيعتمد على الالوان الدافية والاضاءة الدافية. والعامل اللي بعد كده هو عدم الكركبة. النوع ده من المطابخ او الستايل عموما المينيماليست بيعتمد على إن كل حاجة في مكانها ومش ظاهرة، يعني معظم الأجهزة تكون داخل الدواليب، عينينا ما تشوفش أي كركبة خالص ولا ديكورات ولا تفاصيل كتير في المطبخ ولا في درف المطبخ، يعني مثلا الخلاط والكبة وأي أجهزة يبقى لازم يكون ليها مكان جوه درف المطبخ أو دواليب المطبخ، وسهل استعمالها ووضعها تاني في مكانها. وده طبعا بيخلي تركيزنا أعلى وتعرضنا للقلق أقل، لأن الكركبة بشكل عام بتخلي الواحد متوتر وعصبي. علشان كده دايما بنحاول نخلي بيوتنا منظمة ومرتبة وما فيهاش كركبة كتير. ولو عايزين تعرفوا أكتر إزاي ننظم
بيوتنا بطريقة سهلة ومش مكلفة، ياريت تتفرجوا على الفيديو ده. العامل اللي بعد كده وهو عامل الجودة، والتصميمات المينيماليست عموما بتهتم بالجودة أكتر كتير ما بتهتم بالكمية، يعني ممكن يستخدم قطع أقل ولكن جودة الخامات تكون عالية. وطبعا المينيماليست بيعتمد على أننا نستخدم أقل قطع ممكنة وما بنشتريش حاجة إحنا ما بنستخدمهاش، يعني كل حاجة جوه البيت في المينيماليست بتكون ليها استخدام أولا مش شكل وبس. وعشان نوصل لكمية الترتيب ديت لازم نستخدم أدراج كتير، وكمان ياريت نستخدم دواليب أكتر من العلوي والسفلي. لو مساحة المطبخ تسمح لنا بإضافة دواليب يبقى دوت هيساعدنا كتير قوي على نجاح تصميم المينيماليست او الورم مينيماليست. من الخطوات المهمة قوي ان احنا نعملها في الورم مينيماليست عشان نحقق الطراز دوت هو اننا نفتح المطبخ ونخلي فيه جزيرة في النص، فده طبعا بيخلي التصميم بتاعنا مناسب اكتر للمينيماليست لانه بيساعد على الراحة النفسية وبيساعد على ان يكون المكان مفتوح ومرتب ومنظم جدا، وبيخلي فيه اختلاط كويس قوي بين اللي في المطبخ وبين باقي الأسرة. الخطوة اللي بعد كده ان احنا نعمل كونتراست في الألوان بين الدرف وبين الكاونتر توب، ده في حالة ان المطبخ بيكون كبير، انما لو المطبخ صغير بنخلي الألوان كلها فاتحة مع بعض علشان يدينا مساحة اكبر في المطبخ. ولو عايز تعرف اكتر على ستايل المينيماليست ياريت تشوف الفيديو ده. والسؤال دلوقتي، هل المطابخ الورم مينيماليست هي مجرد موضة عابرة زيه زي أي ستايل تاني ليه محبينه؟ فلو انت بتحب النوع ده من التصاميم يبقى خلاص اعمله فورا واستمتع بيه. وفي رأيي انا الشخصي اتوقع ان النوع ده هيفضل موجود لفترات طويلة جدا لانه مريح وعملي وشيك. قولولي في التعليقات اذا حبيتوا الستايل ده ولا لا. كنتم مع مهندسة الديكور لمياء حسن وقناة انتيريور كونكشن اللي بتتكلم عن كل ما يخص الديكور والتشطيبات. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو وتشيروه مع أصحابكم. شكرا وإلى اللقاء في فيديو جديد مع مهندسة الديكور لمياء حسن. شكرا وإلى اللقاء.